السلام عليكم. استكمالا لمحاضرات الروبوت ستراكشر، ان شاء الله هنشرح النهارده على البرنامج ازاي نحلل كاميرا بسيطه سيمبل سيمبلي سبورتس. بيقول لي كاميرا بسيطه قطاعها ده 30 في 70، المقاومه الضغط المكعب الخرساني بتاعي 30 نيوتن على المليمتر سكوير. وطبعا احنا عرفنا المره اللي فاتت الماتيريال ودخلنا شفناها ازاي في الفيديو اللي فات. عايزين بس ندخل القطاع دوت على البرنامج ونعمل له تحليل على برنامج الروبوت. افتح برنامج الروبوت، لما اجي اختار المديول بتاعي مش هختاره بقى 3D او Building Design، هقول له حاجة اسمها Frame 2D Design. طيب تمام، اول حاجه طبعا زي ما احنا عارفين المفترض ان احنا بندخل على الماتيريال بتاعتي وبظبط الماتيريال. اخر مره كنا عملنا سيف كارنت بارامتر لمين للماتيريال عشان خاطر مش كل مره ادخل اظبط اليونتس بتاعتي وكده يعني. طيب تمام، انا دلوقتي اول حاجه بقى عايزين نعملها ايه النهارده؟ عايزين نعرف احنا دلوقتي عندنا الكاميرا بتاعتنا عباره عن 10 متر. طيب هدخل اول حاجه اعرف الاكسس بتاعتي، هاجي من هنا Axis Definition أو أقول له Geometry وأقول له Axis Definition. طيب عندنا نظامين عشان خاطر أقدر أعرف الإحداثيات بتاعة النقط بتاعتي، طريقة اللي هي بتاعة اللي هي Position، وطريقة Position دي بتشبه طريقة الـ Ordinates في برامج CSI. وفي طريقة اللي هي الديستنس اللي هي المسافات اللي هي برضو زي السبيسنج في طريق في برامج سي اس اي. تعالى كده نشوف البوزيشن. لو انا قلت مثلا انا عندي بطريقة الاوردينيتس ان انا كنت الاول بقول له ببدأ بزيرو واقول له اد، وبعدين اقول له والله انا عندي 10 وبعدين اقول له اد. تمام جدا. النمبرينج بتاعي بيقول لي والله انت عايز 1 2 3 ولا اي بي سي، مفيش مشكلة. لو قلت له apply يبدأ يظبطهم تاني. طيب الزد انا طبعا لو تكتشفوا ان مفيش الواي. ليه مفيش الواي؟ لان احنا شغالين على المديول اللي هو اكس زد الفريم يعني. طيب هدخل على زد واقول له والله انا عندي محور بس، هقول له زيرو واقول له اد واقول له apply، يقوم يرسم لي الشكل بتاعي اهوت ورا. جميل جدا. طبعا انا لو كنت عايز بالديستنس كنت هدخل هنا في الديستنس واكتب له الرقم بتاعي وبعدين اقول له اد وابدا ادخل له ايه قطعه قطعه. طيب تمام، اقول له كلوزد. طيب انا دلوقتي عايز اعرف قطاع بتاعي اللي هو 30 في 70، وممكن اقول له من جيومتري واقول له من بروبرتيز واقول له سيكشن. تمام، هاجي مثلا اقول له هنا انا عايز اعرف قطاع خرساني، ممكن ادخل مثلا على اي قطاع من ده واقول له دبل كليك عليه وادخل هنا هيفتح لي التاب دي. لو جيت بصيت هنا بيقول لي انت عايزه ستيل ولا ار سي بيمز ولا ار سي كولومز ولا ايه بالظبط. انا هقول له انا عندي ار سي، هو اصلا معرف لي قطاع بيم 30 في 70. طبعا هنا الوحدات البيزك دايمنشن بتاعتي بالسنتيمتر فهدخل له هنا 30 سنتي في 70 سنتي. طيب ايه الريدكشن اوف مومنت اوف انيرشيا؟ والله ان انا لو عايز اضعف القطاع بتاع الانيرشيا اي اكس واي 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 زد، وده طبعا ان شاء الله هنتعرض له لما اجي ادخل في تحليل الانشائي وادخل احمال الزلازل بتاعتي، هبقى عايز اقلل الانيرشيا بتاعتي. وعندي هنا في حاجه اسمها الخاصه، لو انا عندي قطاع مثلا نون بريزماتيك سيكشن فانا عايز اغير له الابعاد بتاعته، فممكن اضغط هنا وادخل له مثلا التغير بتاعي. طيب بعدين اقول له اد، يقوم يضيفه لي. طبعا علشان خاطر انا ضايفه قبل كده فهو بيقول لي ايه would you like to modify it، انت عايز تغير يعني تعدل، وانا قلت له yes وقلت له closed وبعدين اقول له closed. طيب لو انا عايز لو انا مثلا عايز اخصص ماتيريال معينه للسيكشنز اللي انا لسه معرفه، ممكن اقول له من جيومتري واقول له حاجه اسمها هنا ماتيريال، او لو جيت هنا بصيت هنا هتلاقي حاجه هنا اسمها ايه ماتيريال، ادخل هقول له والله انا عندي عايز كونكريت، عايز القطاع بتاعي اللي هو البيم 30 في 70 دوت انا عايزه والله كونكريت، بعدين اقول له ابلاي يقوم يعدل لي القطاع بتاعي ل
الماتيريال اللي انا عاوزها. طيب اقول له closed. طيب انا عايز ارسم، عندك عشان خاطر ترسم ممكن تدخل من هنا من بورز، او تيجي برضو من جيومتري واقول له بار. جميل جدا. ادخل هنا انا عايز ارسم ايه بار؟ طيب لمين؟ للار سي بيمز، واقول له من النقطة دي للنقطة دي، وبعدين اقول له كلوز. تمام، هو رسم لي كده ايه القطاع بتاعي. طبعا انا لو جيت بصيت هنا وضغطت على السكشن شيب يقوم يبين لي شكل الشيب بتاعي. تمام جدا. ولو جيت هنا بصيت في حاجة اسمها بارز، لو جيت فتحت علامة الزي دي يقول لي البارز، مجرد بس ما اختارها وعمل لي سيليكشنز عليها. وبرضو البارز ده انا عندي بار واحد انا رسمته، ولو جيت ضغطت على النودز انا عندي تو نودز، يعني نقطة اولى ونقطة تانية عشان اقدر ارسم الايه البارز بتاعي. طيب جميل. عايز اعرف بقى بعد كده السبورتس، فممكن اقول له من جيومتري واقول له سبورتس، او اجي من هنا برضو واضغط على دي اقول له سبورتس. جميل جدا. طب انا هو الراجل بيقول لي انا انت عايزها فيكسد ولا بنتد، اللي هي الهنج ولا سبورت رولر. في الحقيقة انت اول ما بتشتغل على البرنامج اول مرة مش بتلاقي سبورتس، اللي هي السبورت بتاعت الرولر دي، تلاقي فيكسد وبن. طب لو انت عايز اصلا تعرف سبورتس خاصة بيك انت، او اي بحاجات متغيرة يعني ار اكس وار واي وار زد، او يو اكس او يو واي ويو زد، هتدخل هنا على نيو هتبص تلاقي هنا الراجل بيقول لك انت عايز نوع السبورتس بتاعتك عبارة عن ايه. عندك انواع كتيرة جدا، عندك الاستيك، عندك فريكشن، وعندك جاب اليمنت، وعندك نون لينير، وهكذا. طيب انا هرجع تاني كده اقول له انا عندي من النوع الريجيد، انا ممكن اقول له هنا رولر سبورت، واقول له والله انا هي ممنوع من الحركة في يو زد، وبعدين اقول له اد، وبعدين اقول له كلوزد، يقوم يضيفها لي بالشكل ده. طب انا لو جيت بصيت على المثال بتاعي انا عندي ديت رولر وعندي دي انج. طيب هجيب الرولر دي واضغط بس هنا في النقطة دي، وبعدين اجيب البنت دي او الهنج واضغط هنا يقوم عاملها لي بالشكل ده. طبعا انا لو عايز اغير السبورتس دي هروح لاي حاجة من دي، يعني مثلا اقول له فيكسد واروح اضغط هنا يقوم يغيرها لي. انا هرجع تاني على رولر واضغط على دي واقول له كلوز، مفيش مشكلة. طب عايز أبين السبورتس اللي مش ظاهرة دي، ممكن لو ضغطت على سبورتس دي بتبدأ تظهر معايا بالشكل ده. جميل جدا. بعد كده أنا عايز أعرف الأحمال بتاعتي، أنا عندي حملين ديد لود ولايف لود. لو أنت جيت هنا من لود قلت له لود تايب، هتتفتح لك التاب دي، هدخل بس أقول له النمبر بتاعي، بيقول لي والله أنت عندك الحمل بتاعك رقم واحد هو إيه، واحد طبعا. نوع إيه؟ نوع ديد، اللي هو هنا ديد. وبعدين اقول له النيم برضو بتاعي ديد، واقول له اد، يقوم ضيفه لي هنا بالشكل ده. النوع التاني هقول له لايف لود، وبرضو ليبل بتاعه لايف، واقول له اد، يقوم يضيف لي الحمل التاني بتاعي لايف لود، اقول له كلوزد. جميل. لو انا عايز اعرف له اللود كومبينيشن هقول له من هنا لود، واقول له حاجه اسمها مانيوال كومبينيشن، وبعدين هنا بيسالك بيقول لك انت عندك كومبينيشن تايب بتاعتك ultimate limit states ولا working states، ولا الحالة التانية دي اللي اي سي سي دي، خاصة بالأحمال المفاجئة وأحمال أحمال المفاجئة يعني. أنا هقول له أنا عندي الحمل بتاعي ultimate، وبعدين أقول له أوكي يفتح لي التاب دي. هقول له أنا عندي والله الحمل بتاعي اللي هو الديد لود ده مضروب في فاكتور 1.4 1.4، وبعدين اقول له هنا اد، وبعدين الحمل اللايف لود 1.6، بعدين اقول له اد. لو انا عايز اعرف له حمل الوركينج اقول له من هنا نيو، ولو انا عايز اعدل في حاجة معينة مثلا من هنا ممكن اقول له تشينج، واغير مثلا الاسم بتاعي احولها مثلا ل اي حاله من الحالات دي، مفيش مشكله. اقول له اوكي، هقول له بس نيو، واقول له انا عندي حاله اسمها working، بعدين اقول له اوكي حاله الوركينج دي الفاكتور بتاعي مضروب في واحد، واقول له اد، واقول له بعد كده اللايف لود فاكتور واحد، واقول له اد، واقول له
apply واقول له closed. لو انا جيت بصيت هنا هتلاقي حالة الديد واللايف والالتيميت لود والوركينج لود اللي احنا لسه معرفينهم مع بعض. جميل. طب انا عايز احط الاحمال بتاعتي على الممبر بتاعي دوت، هدخل على لود واقول له لود ديفينيشن. بعد كده هقول له من بار انا عندي الحمل بتاعي منتظم في حالة الديد لودز، هقول له والله انا عندي الحمل بتاعي يونيفورم لود، قيمته في الزد طبعا هتدخله بالماينس ماينس 2، وبعدين تقول له اد، وبعدين تختار له العنصر بتاعك هنا تقول له ابلاي، يقوم يضيف لك الحمل بتاعك. طيب انا لو جيت هنا بصيت في اللود سيمبل دي جنبها في حاجة اسمها لود فاليو، يقوم يجيب لك ده 2 طن. بعدين انا عايز ادخل اللايف لود اقول له برضو يونيفورم قيمته 2.5، واقول له اد، بعدين اقول له ابلاي، يقوم يضيف لي حمل الديد لود، بعدين اقول له كلوزد. لو انا عايز اظهر الاحمال تاني هتظهر بالشكل بتاعي ده. بعد كده انا عايز، انا دخلت الاحمال بتاعتي تمام، هقول له عايز اقول له حل لي بقى الموديل بتاعي. ممكن لو قلت له من هنا من analyze او analysis قلت له calculate، او جيت من بره هنا قلت له calculate يبدأ يحل بالشكل ده. طبعا ميزة برنامج الروبوت عن برامج ال CSI ان هو ما بيطلبش منك انك تحفظ الملف بعد كده يحل، لا ده هو بيحل على طول. طيب هو كده حل. انا عايز استعرض النتائج بتاعتي، اقول له من result اقول له diagram for bars، هيبدأ يظهر لي الشاشة دي. لو انا عايز اظهر المومنت بتاعي هقول له والله من هنا ماي مومنت، اقول له ابلاي، هضغط بس على ديت عشان اشيل الحمل بتاعي. طيب هو كده جاب لي المومنت على الممبرز بتاعي. لو طبعا هو جايبه من غير مثلا من غير قيمه، لو انا عايز اظبط الكلام ده اظبطه منين؟ اقول له من هنا بارامترز، واقول له والله انا عايز ليبل، وبعدين اقول له ابلاي. طيب لو انا قلت له تكست قلت له ابلاي بالشكل ده مش مشكلة، أقول له ليبل. ولو أنا قلت له مثلا من هنا فيلدز قلت له أبلاي يبدأ يجيبه لك بالشكل ده. طبعا بيطلب منك أنت عايز الرقم بتاعك، يعني بيقول لك الفاليو هنا، بيقول لك القيمة المينيموم والماكسيموم هتظهر باللون ده، المينيموم بتاعك والماكسيموم بتاعك باللون ده. لو أنا جيت ضغطت هنا لو أنا عايز أغير اللون أو أي حاجة. طيب أرجع تاني، أنا عايز أظهر الشير يظهر لي بالشكل ده، شكل الشير بتاعي. طيب انا عايز اظهر الديفورميشن، لو جيت هنا قلت له اكزاكت ديفورميشن للبارز بتاعي قلت له ابلاي، طبعا انا عايز اظهره نتيجة حالة الوركينج ظهره لي بالشكل ده. لو انا قلت له هنا ستارت يبدأ يجيب لي شكل الديفورميشن. والبرنامج بيديني برضو حاجة ان انا ممكن اسيف شكل الديفورميشن منها. لو انا جيت ضغطت على دي على ما دي، لو انا جيت مثلا عايز اسيفه هنا قلت له مثلا اسمه ديفليكشن قلت له سيف، كده هو سيف لي الشكل الديفورميشن بتاعي بالشكل ده. تمام. ارجع تاني اظهر بقيه الريزلت بتاعتي. لو انا قلت له والله انا عايز من هنا رياكشنز اشيل له دول، وقلت له مثلا رياكشنز انا عايز رياكشنز اف زد قلت له ابلاي، وجيت قلت له من هنا ديسكريبشن ابلاي، ويجيب لي شكل الرياكشنز بتاعتي بالشكل ده. البرنامج سهل وما فيهوش اي مشكله. ان شاء الله المرات الجايه هنبدا يعني ناخد يعني نبدا نزيد شويه الموضوع، بحيث ان احنا واخدين الموضوع ستيب باي ستيب عشان نبدا نفهم بس الموضوع، لان برنامج الروبوت من البرامج السهله واللي فيه ناس كتيره يعني بتجهل الموضوع دوت، ان هم بيخافوا يتعاملوا مع البرامج بصفة عامة. يعني إن شاء الله هيبقى الموضوع سهل بإذن الله. شكرا والسلام عليكم.